السلام عليكم ورحمة الله، أنا صاحبة حوض وإن شاء الله أنا بدينا في حفظ القرآن ويوفقنا ويسرنا ربي ودعونا تاني في نفس الوقت باش نحفظوا حنايا ونطبقوا في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نتلاقاو في كما قلت لكم في فيديوهات قادمه. كما قلت لكم هذه حبيبتي راح تقرا معايا، وان شاء الله باذن الله باذن الله يوفقنا. وكما قلت لكم نتلاقاو في فيديوهات قادمه، كما قلت لكم نديرو فيديوهات وان شاء الله ربي يوفقنا نستنفعوا به انا وجارتنا ونستنفعوا به الاخوات الاخرين ان شاء الله. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما قلت لكم مرحبا بكم مره ثانيه. كما قلت لكم راني اليوم الدرس الثاني لحفظ القرآن ان شاء الله بروايه حفص. ان شاء الله يا ربي يوفقني، وهذا راح ندير لكم الفيديو اليوم ثاني جديد انا وجارتنا. ان شاء الله ربي يسر لي امري ويحل العقده من لساني يفقه قولي، امين ان شاء الله. ونزيد ندير لكم ان شاء الله يا ربي مقتطفات باش ندير فيديو ان شاء الله يخرج جميل، ننفع به نفسي وننفع به المشاهدات الكرام. كما قلت لكم الاسبوع القادم حندلنا يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اذا كنا من الحيين ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الاخوات واش راهم يديروه ما شاء الله. كما قلت لكم حتخصص لنا يوم بالاثنين في الاسبوع ونقراو الحد والثلاثه واثنين. اليوم الاثنين ان شاء الله على بركة الله نبداو حفظ الدروس بالأحكام، وإن شاء الله فيها خير. نتلاقاو من بعد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا هذه هي المكتبة تاعنا اللي قلت لكم عليها. مو هنا ما نقراوش حنايا الآية، كاين هي كيما صورت الأسبوع الفيديو السابق، عفوا الفيديو السابق. هذه هي المكتبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. صدق الله ما شاء الله، يعطيك الصحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كيف تصور يا
وهاجة إن يوم الفصل
الأصلِ كان ميقاتاً، كان ميقاتاً، 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 إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا وشرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا إنهم كانوا لا يرجعون حسابا تكون في الجنة إن شاء الله أنا راني صايمة دوك صليت المغرب وحطيت شوية مسمن سخنته شوية قلت نستقهوى شوية ونهدر معاكم شوية كما قلت لكم دوك نسقم الكاميرا ونجي نهدر معاكم شوية على تاع الجامع اليوم هيا بعد قليل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة ثانية كما قلت لكم كنت صايمة أيام معدودات إن شاء الله كما قلت لكم أنا كما قلت لكم نكمل معكم هذيك الجولة تاع المسجد اليوم جيت رحت قرينا ما تيسر من القرآن الكريم وقتنا باللي الأخت اللي هي تحفظ فينا اليوم قتنا إن شاء الله ندير لكم حفظ بالأحكام إن شاء الله كما قلت لكم قلت لنا نديركم نخصص لنا نهار سمحوني زيد شويه سكر
كما قلت لكم قلنا ندير لكم نهار ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين. يوم الاثنين ديرنا نهار في الاسبوع اللي نقدروا نقراو بالاحكام، هو درس يوم درس بالاحكام، ومن بعد نطبقوه بالقراءه. انا جاتني شويه صعيبه باسكو كيما ما عرفتش كيفاش وقتاش نحبس وقتاش اسما، كاين بزاف امور تاع الاحكام اسما جا شويه واعر كي بديت نقرا ديريكتوم، وهي لا يقول لك لازم تقراي الاحكام باش تعرفي وقتاش الادغام وقتاش نحبس وقتاش المد والشد الاخفاء النون، كاين عفايس بزاف. من بعد ان شاء الله كي نديروا الدروس ان شاء الله تفهموا. ما قلتش نفهمكم انا بس كاش ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كنديروا الدروس بالاحكام تما تفهموا شنو اللي حابه انا نقول لكم. ان شاء الله ادعوا لي يا ربي بالتوفيق انا وصاحبتي ان شاء الله، ونقول لكم انايا هنايا نكمل انايا هنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ندير لكم كاع يعجبكم، وان شاء الله قناتي تنال اعجابكم، وان شاء الله تستفيدوا معايا في حفظ القران بالاحكام، وان شاء الله مازال فيديوهات قادمه نزيدو نديرو نكملو معاكم نكمل معاكم ان شاء الله نحفظ ان شاء الله. انا دوك اليامات اللي نقعد فيهم في الدار نحفظ شويه، كيما غدوه ان شاء الله غدوه الخميس نكمل انا ثاني نكمل حفظ الايه. بدينا من سوره عمه عفوا من جزء عمه، كي اما انا وجارتي اللي هضرت معايا مقبل اللي حضرت معايا، حنا جدد ماشي حافظين، ماشي ما نعرفش نقرا، نعرف نقرا الحمد لله بصح ما راناش حافظين. بدينا من جزء عمه، هما كملوا جزء عمه. هاد الاستاذه حد ديرنا حفظ القران انا وجارتي من جزء عمه، بداتنا معاهم من جزء عمه. وان شاء الله في فيديوهات قادمه نقول لكم نكملكم وتكملوا معايا ان شاء الله، وان شاء الله تنال اعجابكم. ان شاء الله نستفيد انايا من هاد الدروس في القران تاع المسجد تاعنا نحفظ القران، وانتم تستفدوا معايا ان شاء الله. ونقول لكم انا في امان الله، تهلاو بزاف في روحتيكم، وان شاء الله المحتوى تاعي ينال اعجابكم، وكما قلت لكم المحتوى تاعي ينال اعجابكم والفيديوهات تاعي ينال اعجابكم. نقول لكم انا تهلاو في روحتيكم بزاف بزاف، تقبلوا مني تحياتي الخالصه وكل احترام من المتفرجين. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى، وفي امان الله نلتقي في فيديوهات قادمه.